ألخص الموضوع بالنسبة للشهوة: من جامع وهو صائم أفطر أنزل أو لم ينزل، من حصلت له الشهوة بغير فعل منه فإنه لا يفطر أنزل أو لم ينزل، من حصلت له الشهوة بفعله واختياره حتى أنزل المني فإنه يفطر ويجب عليه القضاء، ومن حصلت له الشهوة بفعله واختياره حتى أنزل المذي فإنه لا يفطر ولا يجب عليه القضاء. من حصلت له الشهوة بمجرد الفعل ولم ينزل منيا ولا مذيا فإنه لا يفطر. وهذا أمر يعني دللنا عليه. نعم.